يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه المصطلحات فلاسفة الإسلام والمفكرون الإسلاميين المفكرون الإسلاميون، ما رأيكم بها؟ الإسلام ليس فيه فلاسفة، الفلسفة دي ما هي من الإسلام، وهم يريدون فلاسفة الإسلام، يريدون ابن سينا والفارابي والطوسي من الكفرة والملاحدة، ليسوا فلاسفة إسلام وإنما هم ملاحدة. الإسلام لا يقال فيه فلاسفة، والمفكرون ما الدين ليس بالتفكير، دين وحي من الله وشرع من الله عز وجل، ولم يكلنا الله للتفكير والأفكار، وإنما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.